أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، والله يسعد لي كل أوقاتكم وأيامكم إن شاء الله بكل خير. حبيت اليوم بما أنه قاعدين بالبيت وبرد، حبيت شارككم معي بطريقة عمل الكيك. هيدي الطريقة على فكرة أنا مضوي عليها من أكثر من 30 سنة، وكتير طيبة، ومن ما بياكلها عندي بحبها. الطريق هاي المقادير عندي هون 4 بيضات، عندي هون 3/4 الكوب زيت، انا بحط شي ملعقة كريسكو بقلبه، عندي هون بما انه الشتاء وبتعرفوا هلأ موسم الحمضيات والبرتقان، فحبيت اعمله بالبرتقان. عندي 3/4 الكوب هون برتقان، عصير برتقان انا عصرته، عندي هون كوب سكر، وهون أنا طبعا برشت كمان برتقان شي ملعقة كبيرة، وهيدا طبعا فانيلا. عندي هون 2 كوبان طحين أنا نخلتهم وحطيت معهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر. هلا أول شي بداية بهيدا الوعاء بنحط 1 كوب السكر، وبنحط هيدا 3/4 الكوب الزيت مع ملعقة كريسكو، وهلا انا بخفق هون بس منشان الصوت وخليكن معنا. هلا هون حبايبي انا حطيت بعد ما خفقت السكر مع الزيت والكريسكو، حطيت هون 4 بيضات، وحطيت هون البرش البردقان، وحطيت شوية فانيلا. هلا رح نخفق هون منشان الصوت كمان، حتى ما يطلع الصوت شو اسمه، وخليكن معنا. هلا خفقتهم انا للبيض طبعا منيح، بدهم ينخفقوا تقريبا شي 2 دقيقة. هلا انا بصير بضيف العصير البرتقان مع الطحين بالتدريج، ما بدلقهم دفعة واحدة. وانا هون كمان هيدا القالب دهنته بالزيت ورشيته بالطحين حتى ما بيلزق القالب، بس يخلص من الخبز والطبيه ما بينزل بسهولة. فهلا انا رح اخفق هون كمان وخلص هون وفرشيكم بالاخر كيف بصير شكلهم، خليكن معنا. هلا هون اعزائي حطيت خفقت وخلصت انا وحطيته بهيدا القالب، وانا حميت الفرن مسبقا. هلا بحطه بالفرن تقريبا بده شي 3/4 الساعة على درجة حرارة 350. هلا بفرجيكم الشكل النهائي، هلأ ححطه بالفرن فرشيكم الشكل النهائي. هلأ حبايب قلبي هيدا الشكل النهائي للكيك، هلأ طلع من الفرن، نطرت عليه شوي لحتى برد، حبيت فرجيكم عليه. هلأ حقص منه شقفي وفرجيكم كيف بيطلع مثل السفنج من جوا، على فكرة ولا أطيب من هيك. هيك شكله هيك كيف بيكون، كتير كتير طيب مثل السفنج والله، وطعمه خاصة مع برش البردقان والعصير أطيب وأطيب كمان. وفيكن تعملوا إذا ما بدكن تعملوه مع بردقان فيكن تحطوا معه هيل، على فكرة مع طعم الهيل ولا أطيب من هيك. وفيكن تعملوه مع الحليب، مع حليب بدل العصير، هيدا كله بيرجع اختياري حبايب قلبي. وألف صحة وعافية، وشكرا كتير مجددا، أنا بقلكن دائما شكرا كتير على تعليقاتكن الحلوة وعلى دعمكن دائما، وبقلكن فضلا وليس أمرا بلايك وسبسكرايب.